أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تداول أسماك نافقة بالأسواق إثر حدوث ظاهرة زبد البحر بمحافظة بورسعيد. وقام المركز بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن الأسماك المتداولة في الأسواق سليمة وآمنة، وأن ظاهرة زبد البحر لم تؤثر على جودة الأسماك المتداولة بالأسواق. وشدد على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات. شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس افتتاح مصنع وادي السيليكون وخط إنتاج إحدى العلامات التجارية بالمنطقة الصناعية بالسخنة، والذي يعد أول مصنع متخصص في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا في تصنيع إكسسوارات الهاتف المحمول القابلة للارتداء كالساعات الذكية وسماعات البلوتوث بكافة أنواعها. من جانبه أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية عن سعادته بافتتاح خط إنتاج العلامة التجارية أنفانكس بمصنع وادي السيليكون، والذي يعد إنجازاً جديداً للتعاون ما بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمطور الصناعي تيدا مصر، الذي بلغت استثماراته بالمنطقة ما يزيد عن ملياري دولار. عقد وزير البترول والثروه المعدنيه طارق الملا جلسه مباحثات ثنائيه مع رئيس التنفيذي لشركه إني الايطاليه كلاوديو ديسكالزي، وذلك على هامش مؤتمر ابو ظبي الدولي للبترول اديفيك. اللقاء تناول سبل تعزيز الشراكه الممتده مع شركه إني كشريك استراتيجي لمصر في صناعه الغاز والبترول، كما استعرض الجانبان محفظه اعمال الشركه المتنوعه في مصر وفي مقدمتها حقل غاز ظهر. هذا وأعرب وزير البترول عن تطلع مصر لمواصلة التعاون المثمر والبناء مع شركة إني الإيطالية والتوسع في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل والآمن لموارد مصر. في لقاء آخر بحث وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مع الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة بريتش بتروليوم البريطانية سبل الإسراع بعمليات البحث وتنمية حقول الغاز والبترول في مناطق الامتياز التابعة للشركة في مصر. هذا وأكد الملا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركة البريطانية كشريك استراتيجي في كبرى المشروعات لإنتاج الغاز الطبيعي بقطاع البترول المصري، وحرصها على تطوير الشراكة واهتمامها بفرص الاستثمار في مصر وفتح آفاق للتعاون من جديد. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في ظل ارتفاع الدولار وزيادة عوائد السندات الأمريكية ومؤشرات متباينة عن المعروض. هذا وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الوسيط بما نسبته 22% لتحقق $90 و91 سنتا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 51% ليحقق $89 و27 سنتا للبرميل. في المقابل تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.38% لتصل وتحقق $3.17 لتر. هذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.1% لتسجل $2.9 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في السعودية أظهر مسح أن نمو أنشطة الأعمال في القطاع غير النفطي تسارع وتصارع في سبتمبر من أدنى مستوى في 11 شهر والمسجل في الشهر السابق. هذا ودعمت زيادة المبيعات الإنتاج الكلي للبلاد. ارتفع مؤشر بنك الرياض لمدير المشتريات إلى 57.8 نقطة في سبتمبر من 56.6 نقطة في أغسطس، والذي كان المستوى الأدنى منذ سبتمبر عام 22، ليتجاوز بفارق كبير مستوى 50، والذي يدل على النمو ويتخطى مجددا متوسطه طويل الأجل والبالغ 56.9 نقطة.
في ألمانيا يتظاهر آلاف الأطباء في الشوارع في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بمزيد من الدعم المالي بسبب الارتفاع المستمر في التضخم والذي ضرب العديد من الدول الأوروبية. تجمع الممارسون الطبيون في برلين خارج مقر وزارة الصحة الاتحادية، حيث تشارك نحو 20 جمعية طبية ومنظمة تأمين صحي قانونية، إضافة إلى عدد كبير من الصيدليات في هذا الإضراب على مستوى البلاد تحت شعار أزمة العيادات. هذا وأوضح الأطباء الألمان أن تكاليف الطاقة المتزايدة ومساعي الرقمنة الفاشلة ونظرة المهنيين المهرة جعلت العيادات في ألمانيا تتأرجح على حافة ضغوط لا يمكن التغلب عليها. انتهت هذه الجولة مشاهدي الكرام في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. نعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع ريهام وهبة. أشكرك مصطفى.